الاستاذ الدكتور نبيل الكفراوي، استاذ امراض السكر والغدد الصماء كليه الطب المنوفيه وعضو اللجنه القوميه للسكر. الحقيقه احنا هنتكلم النهارده للساده الاطباء عن استخدام الانسولين في علاج مرض السكر. طبعا احنا عندنا استخدام الانسولين ده يعني ده حاجه مهمه جدا ولازم نحط ننظر لها نظرة تانية خالص غير اللي احنا بنبص لها دلوقتي. احنا عندنا خلل ساعات بيبقى في الغدد الصماء، مثلا خلل في الغدة الدرقية، بندي الالتروكسين زي علاج تعويضي لان الغدة ما بتفرزش الهرمون فبندي الهرمون بتاعها. كذلك برضو البنكرياس، البنكرياس ده غدة، احنا في الاول بنحاول ننشط البنكرياس، بنحاول ان احنا نشيل الحمل من عليه عشان يرجع يفرز تاني، كل ده بنحاول نتحايل عشان ما نديش انسولين في الاخر، لان الانسولين له برضو بعض الاحتياطات زي نقص السكر وزياده الوزن والكلام ده كله، فبناجل شويه ان احنا ندي الانسولين. انما لازم نحط في اعتبارنا ان احنا في يوم من الايام لازم البنكرياس ده هيجي مش هيشتغل، وبالتالي هنحتاج ريبليسمنت ثيرابي اللي هو زي ما بنقول العلاج التعويضي اللي هو الانسولين. فلازم انت كطبيب تبقى عارف كده من اول يوم، ويا ريت تفهم المريض بتاعك، ومش ده البعبع بتاعنا ان احنا هنعاقب بيه المريض لو ما استلزمتش، لو ما اكلتش صح، لو ما مشيتش، لو ما عملتش اكسرسايز هدي لك انسولين. لا، ما يبقاش هو ده التخويف بتاعك. الانسولين ما بقاش زي زمان، يعني الانسولين فيه انسولينات جديده كتيره جدا. الانسولينات الكتيره دي ملهاش اي اعراض جانبيه، ما بتعملش نقص سكر، ما بتعملش زياده وزن، تبقى سهله جدا في ان احنا نديها للمريض، سواء سهله في التوقيت، سواء سهله في الاعطاء بالاعلام الجديده اللي موجوده. مهم جدا ان احنا ما ناجلش اعطاء الانسولين. لو انت شايف انك انت المريض بتاعك ده محتاج انسولين ما تاجلش، لازم تاخد وقتك وتقنعه، لان هو في وقت من الاوقات لو قال لك لا وانا مش قادر ومش عايز اخد انسولين، هيأجل اعطاء الانسولين، بالتالي هيحصل زياده في السكر وهيحصل مضاعفات، والاخر هيرجع ياخد انسولين تاني. فيبقى من الاول، طب ليه ان احنا نعرض المريض للمضاعفات وفي الاخر نرجع ناخد انسولين؟ لازم تاخد وقتك وتحاول تقنع المريض. وحكايه البيزل انسولين اللي طالع جديد اللي هو انه بيبقى اتاخد مره واحده بالليل في اي وقت ملوش علاقه بالاكل، ممكن ياخده وينام، ده بيسهل بدايه عطاء الانسولين. ولو نبدا بالبيزل انسولين زي ما قلنا في الاول، بيبقى دي خطوه كويسه في ان العيان ياخد الانسولين وياخده بالقلم، مفيش الم، مفيش وجع يعني مع اعطاء الانسولين بالقلم، ما بيعملش نقص سكر، بيبقى تجربته مع الانسولين اللي هو البيزل ده بتبقى كويسه، يبتدي يتقبل منك باقي الانسولينات اللي هي ممكن تتاخد. كذلك في برضو بعض الاوقات بنحتاج فيها ان احنا نشيل من دماغ المريض ان اللي هياخد انسولين ده يتنه طول عمره ياخد انسولين. لا، مش صح. ان احنا بنحتاج في بعض الاحيان انسولين لبعض الاوقات، يعني مثلا مريض جاي لك سكره 600 والتراكمي بتاعه 13 وهو اساسا عنده لوس اوف ويت وعنده كاشيكسيا وعنده انوركسيا وفي عنده مضاعفات، ده هتستنى ايه؟ ده لازم تديله انسولين في الاول عشان تشيل الحمل من على البنكرياس. زي ما يكون واحد ماشي وشايل على كتفه 20 كيلو، انت بتشيل ال 20 كيلو دول بالانسولين، بنشيل حاجه اسمها جلوكوتوكسيستي واللايبوتوكسيستي، فبالتالي البنكرياس بتاعك بيرجع يفرز تاني ويبتدي يتنشط تاني. فبياخد الانسولين لفتره اسبوعين ثلاثه لمده شهر لغايه لما الارقام بتنزل، وبتوقف الانسولين وتدي اقراص، بيبقى الريسبونس عالي جدا، ويمكن ما بنوقف الاقراص بعد فتره كمان لو بدينا بالاسلوب ده اللي احنا ندي انسولين الاول وبعد كده نوقفه لمده شهر. كذلك مثلا في بعض السيتويشنز، مثلا واحده ست حامل، واحد داخل يعمل جراحه، واحد في الانتنسيف كير، واحد جاله جلطه في المخ، جلطه في القلب، كل دول ممكن ياخدوا انسولين لفتره وبعد كده يرجعوا للاقراص تاني. ما بقاش حاجه اسمها ان اللي ياخد انسولين تنه طول عمره ياخد انسولين. وفي الفتره اللي جايه دي هينزل انسولين مع هرمون تاني اللي هو جي ال بي 1 دهوت في حقنه واحده، دي كمان هتساعدنا في ان هي بتبقى بحقنه واحده بندي بيها انسولين تظبط السكر الصايم، والجي ال بي 1 يظبط اللي هو السكر اللي بعد الاكل. يعني في تولز كتيره وفي انوفيشن في الدراجز الجديده وفي البايب لاينز في جميع الشركات عشان تشيل الحمل من على البنكرياس وتخلي البنكرياس يرجع يفرز تاني لغايه لما نشوف
ايذر اللي هو الارتفيشال بانكرياس او الستيم سيل علشان التريتمنت اوف او كيور بقى اوف دايابيتس زي ما هنشوف. شكرا يا سيدي.